أكثر من 700 عنصر عندنا، بس عندي مشكلة في دارنا إن لتوا ما بشي قبلوني إن حيكون مجموعة عندي غادي في دارنا حيراقب الانتخابات، والمشكلة تقول لك لا تاخذي موافقة أمنية. لحديث اليوم كانت مراسلة بيني وبينهم رافضين رفضا تام أن يكونوا مراقبين على الانتخابات. من اللي رفض؟ الدائرة الانتخابية الموجودة في دارنا، مكتبنا، مكتبكم غادي رافضة نجي موافقة أمنية باش تراقب على الانتخابات. المعلومة هذه أول مرة نسمعها. احنا على تواصل مستمر مع مكتبنا فيما يتعلق باعتماد المراقبين، واحنا يعني أول مرة بنسمع معلومة، ولكن سوف نحقق فيما تفضلت به من معلومات، وسوف نتأكد من أن هذا الأمر قائم، وسوف نتخذ الإجراء اللازم بالحيلولة دون هذا الشرط. شكرا. هذا الشرط ربما تكون طلبته مفوضية المجتمع المدني، ليس لنا علاقة. نحن طلبنا منهم بناء على رسالة رسمية يوفون بالمؤسسات المعتمدة رسميا والمؤسسات المسجلة في منظومة المجتمع المدني. على ضوء هذه البيانات تم إحالة إلينا كشوفات من منظمة المجتمع المدني. الكشوفات هذه تحتوي على أسماء الأشخاص والمنظمات متاحة. كان عدد المنظمات اللي بعثوهن لنا 16 منظمة، وعدد الأسماء اللي هن 30 اسم. هذين الأسماء اخضعن إلى دورة تدريبية تبع مكتب الإدارة الانتخابية. الدورة كانت لمدة يومين. تم احتماد هذه الأسماء كمراقبين، وتم إعطاء هذه الأسماء حق التدريب باقي الأسماء الموجودة في المنظمات المجتمع المدني. هذه هي الأسماء، الأسم والصفة والمنظمة، هذين الأسماء اللي وردن إلينا من مؤسسات المجتمع المدني. ما عندناش أي إجراء في بياناتنا نطلب فيه أي إجراءات أمنية أو أي إجراءات ثانية. الإجراءات هذين ربما تكون خاصة بهم إداريا كمنظمات مجتمع مدني، ربما تكون هذه الإجراءات خاصة بهم. أما بالنسبة للمفوضية، شرطين أساسيين: أن تكون المنظمة محتمدة رسميا، الشيء الثاني ان هي تكون مسجلة في منظومة المفوضية. الاجراءات اللي نطلب فيه نحن خمس اجراءات: ان المراقبين لما يتم احتمادهم يوفر لنا صورة شخصية الكترونية، يجيب لنا صورة من البطاقة الشخصية، يجيب لنا اشهار من المؤسسة اللي هو ينتمي اليها، عندنا استمارتين، استمارة واحد واستمارة اثنين يعبيهن، كذلك عندنا نموذج اسمه مدون السلوك يوقع على هذه النموذج ويتم احتماده رسميا، وليس لدينا اي علاقة بالامور الادارية بالامور الروتينية. ربما تكون هذه الامور وهذه الاجراءات تتبع المفوضية، ونحن راه تم تعاملنا مع مفوضية المجتمع المدني في دارنا وليس مع أشخاص. هم اللي وفونا بالكشوفات، هم اللي وفونا بالأسماء، هم اللي خضعوا للتدريب من خلال هذه الكشوفات وهذه الأسماء. نحب ننوه أن نحن كمكتب دارنا نعمله وفق الإجراءات واللوائح المنصوص عليها في القانون الخاصة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات. ليس لدينا مبدأ الاجتهاد، لا نستطيع أن نحن نطلب إجراءات غير مطلوبة. عملنا وفق الإجراءات المطلوبة على المفوضية وعلى مستوى المكاتب الانتخابية في مدينة دارنا. ونحب نقدم أيضا من خلال هذا التسجيل رسالة إلى الآن منظومة اعتماد المراقبين ما زالت مفتوحة. من تتوفر فيه الشروط المطلوبة حسب مفوضية المجتمع المدني، ما زلنا فاتحين المنظومة، وما زلنا نفتح، ما زلنا نعتمد إلى يومنا هذا. ونحب نقول لكم أن نحن